السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة جديدة من محاضرات دورة عملية في الإلكترونيات مع المهندس وليد عيسى، وإن شاء الله اليوم بدنا نشوف اللي هو أنواع الملفات. أخذنا الملفات وكيف بتصرف دوائر التيار المستمر والمتردد وكيف تصرفها وكيف سلوكها. طيب كيف أنواعها أو إيش هي أنواعها الموجودة، وهل يعني مختلف وظائفها من نوع لنوع ولا لا؟ إحنا هنقسم إن شاء الله الأنواع هذه لأنه لقسمين. أنواع من حيث القلب، كيف يعني من حيث القلب؟ في بقول لك ملفات ذات قلب من الهواء يعني ما فيها أي قلب، أو ملفات ذات قلب من الحديد يعني فيها قلب من الحديد أو قضيب من الحديد أو مسحوق الحديد أو من الفيرايت. وإحنا تقريبا قبل هيك قلنا إيش الفرق بين إنه يكون الملف من غير قلب أو بقلب. طيب هل في عندك تصنيف آخر؟ أو والله في من حيث التردد، في ملفات بتتعامل مع ترددات منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة. طبعا إحنا ناقشنا المحاضرة الماضية أو المحاضرات الماضية إيش وظيفة الملف لما يتعرض لتردد منخفض أو أعلى أو أعلى أو أعلى، وكيف بمرر أو بمررش الترددات المنخفضة والعالية. بالنسبة لأول تصنيف اللي هو ملفات ذات قلب من الهواء، طبعا هذه الملفات ما في إلها قلب وبالتالي يشغل الهواء ما بداخل إطارها الداخلي. طبعا الحث بيكون لهذه الملفات صغير جدا، يعني بالنانو والميكرو، نانو والمايكرو مش اقل من مش اكتر من هيك، مش مستحيل يكون بالملي، لازم تحط له قلب عشان يرتفع لملي. وبالتالي هذه هي الملفات، طبعا بيكون بالشكل هذا، هي قلبها هوائي لا يوجد اي قلب داخلها وبتكون القيمة تبعتها صغيرة جدا. طيب ما رأيك اذا حطينا قلب من الحديد؟ هيكون طبعا القيمة اعلى شوي وممكن توصل. طيب ايش فايدتها؟ طبعا هذه الملفات يوضع داخلها قلب حديدي، تمام. وفيها طبعا ايش فايده القلب الحديدي؟ فايده القلب الحديدي انه المجال المغناطيسي الناتج عن الملف ما بيخليه يطلع برا الملف، بيخليه يتمركز جوا الملف. طبعا لما يتمركز ويتمركز جوا الملف بصير عدد، يصير اللفات تقطع المجال المغناطيسي اكثر، وبالتالي بصير عندك ايش الحث الذاتي تبع الملف اعلى. يعني معناته انا لما احط القلب الحديدي بدل ما هو مثلا نفترض 1 مايكرو يمكن يصير 10 مايكرو، تمام، وهكذا. وهذا طبعا ناقشناه قبل هيك. زي ايش مثلا؟ اللي هو زي المحول. المحول هو عبارة عن ملف، ان شاء الله هناخد محاضرة الجاية عليه. طبعا في ملفات اخرى لأغراض اخرى ذات قلب من الحديد، تمام. انت يمكن من الشكل ما بتعرف انه من الحديد هذا، ولكن ايش من المواصفات لإله هتعرف انه من الحديد. لكن في عيب، يعني مثلا المحول هذا لما انا احط قلب من الحديد، هي حطيت انا قلب من الحديد، ايش المشكله؟ بقول لك عيب على مثل هذا النوع من الملفات، تولد تيارات ناتجه بالحث الذاتي داخل القلب الحديدي. يعني القلب الحديدي هذا بيصير جواته تيارات تسمى بالتيارات الدواميه اللي هي ايدي كارنت، وهذه طبعا بتعمل على رفع درجه حراره الملف وممكن تفقد الطاقه، تتحرك طبعا في اتجاهات عشوائية داخل هذا القلب ويسبب ارتفاع درجة حرارة القلب المغناطيسي وفقد في الطاقة، وبالتالي هذا عيب مش مرغوب في ايش في هذه الملفات. طبعا انا عندي هاي محول وفي عندي انا قلب من الحديد، القلب من الحديد تعرض لتيارات دوامية وارتفعت درجة حرارته، هل في حل؟ نشوف الحل. كيف نقلل من تأثير التيارات الدوامية؟ طبعا بتقسيم القلب هذا شايفينه لشرائح بالشكل هذا. يمكن تقريبا اغلبكم شاف هذا المنظر قبل هيك، شاف شرائح تبعت المحول لما يمكن مثلا عملوا عملية تشريح بالشكل هذا، عبارة عن شرائح. الحين الشرائح هذا كلها معزولة عن بعض، هي عبارة عن شرائح معزولة عن بعضها البعض، ولكن ايش مضبوبة كلها في باكج واحدة، وبالتالي انا موجود عندي القلب الحديدي. القلب الحديدي ما زال موجود، ولكن ايش ماله؟ مشرح الى شرائح معزولة. ايش بتساهم هذه؟ بتساهم في تقليل تأثير التيارات الدوامية، وبالتالي حرارته هتكون اقل والفقد في الطاقة هيكون ايش اقل. وهذا هو الحل وليش احنا بنشوف الشرائح المعدنية هذه جوات المحول. طيب الحين ملفات ذات قلب من مسحوق الحديد. الان احنا شفنا في المحاضرة السابقة عملوا شرائح. طيب في بيقول لك لا، في ملفات صغيره ما بنستعمل احنا شرائح الحديد، فبالتالي بيعملوا سحق، تمام. فهي الملفات التي يوضع بداخل قلبها مسحوق من الحديد، ولكن ايش المسحوق هذا؟ مخلوط بماده عازله
ومضغوط ليعطي قلب مغناطيسي ذو مقاومة كهربية عالية. بعبارة عن برادة حديد بمادة عازلة، يعني صار كتل 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 من برادة الحديد كله معزولات عن بعض ومضغوط مع بعض، وبالتالي هذه برضو بتساهم بشكل كبير في تقليل التيارات الدوامية، اللي هو زي فكرة إيش الشرائح، ولكن عملناها إيش برادة مضغوطة ومعزولات عن بعض. هذا النوع من الملفات يملك كفاءة عالية وله تأثير صغير على المكونات الأخرى، تمام؟ وهذا إيش؟ هذا هو الشكل تبع قلب المسحوق بالشكل هذا. لكن الآن في عنا القلب الأخير اللي هو قلب من الفيرايت، وهذا يمكن الأكثر شهرة في استعمال الدوائر، وخاصة دوائر الأف أم والأي أم. لو أنت بدك أنت ملفات كبيرة الإيش كبيرة القيمة، تمام؟ وبالتالي هاي شكل قلب الفيرايت، وهي محطوط جوا إيش الملف، وإحنا خدنا طبعا إيش فائديته. هذه تلك الملفات التي يوضع بداخلها قلب داخل قلبها مادة الفيرايت، وهذه مادة مغناطيسية مقاومة الكهربية عالية جدا، تمام؟ وبالتالي بتاخد المجال المغناطيسي وبتضبه جوا الملف عشان تستفيد منه، تمام؟ وذلك نضمن عدم سريان التيارات الدوامية داخلها. ليش لا يمر التيارات الدوامية داخلها؟ لأنها مقاومتها الكهربائية عالية جدا، وبالتالي إيش هتلاقي إنه لا يمر فيها التيار الكهربائي بسهولة، وبالتالي ما في تيارات دوامية. اللي بيعاني منها مين؟ مسحوق الحديد أو الحديد القلب الحديد بشكل عام. هذا هو إيش قلب الفيرايت. طيب نيجي عاد اللي هو التصنيف الآخر من نوع التردد، اوكي؟ من حيث التردد، ملفات ذات تردد منخفضه. ايش يعني تردد منخفض؟ هذه الملفات اللي بتتعامل مع ترددات الصوت، صوتنا انا وانت، تمام؟ طبعا هذه اسمها هذه بتتراوح من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز، تمام؟ وهي ملفات ذات قلب حديدي غالبا وليس دائما، تمام؟ وبالتالي انا هلاقي شكلها بالشكل هذا، يعني هذا شكل مجازي، وبالتالي عندك ايش المهم الترددات المنخفضة، بما معناه الترددات الصوتية لحد تقريبا 20 كيلو هرتز. طيب المتوسطة، وهي طبعا اللي تستعمل في أجهزة الراديو اللي بتتعامل مع الـ AM، تمام؟ وهي إيش تتعامل تقريبا بمئات الكيلو هرتز، مئات الكيلو هرتز، ولكن مش مئة، مئات. تتعامل مع الترددات المتوسطة. ملفات طبعا التردد المتوسط من الملفات ذات القلب المصنوع من مسحوق الحديد أو الفيرايت، تمام؟ لأنه مرات أنا بدي قيمة أعلى، طب بقدرش أحصل على قيمة أعلى إلا إذا حطيت جواته قلب. وهذه إيش أنواع منها، وهذول يمكن الأنواع المشهورة اللي بنلاقيها في ملفات دوائر الراديو. طيب التردد العالي اللي بتزيد عن 2 ميجا هرتز، زي مين؟ زي دوائر الأف أم مثلا، تعامل مع 108 ميجا هرتز وغيره، وهذه ترددات عبارة عالية. وطبعا عشان الترددات عالية أنا بكفيني أستعمل إيش ملفات صغيرة جدا أو ملفات قيمتها صغيرة، لأنه في علاقة طردية بين التردد والإكس أل، وأنا بستفيد منها، يعني أنا مش محتاج قيمة ملفات عالية. وبالتالي القلب الهوائي هو الأكثر شهرة في الترددات العالية اللي هي تقريبا أكثر من 2 ميجا هرتز والأف أم. في حالة التردد العالي تكون ممانعة الملفات كبيرة، هذا طبعا عرفناها، تكون مقاومة الملف كبيرة، بيشوف التردد العالي انه لا يسمح له بالمرور. او التردد، اما التردد المنخفض تكون ممانعة الملفات الصغيرة، وهذا يمكننا من فصل الترددات الصوتية عن الترددات العالية. نفترض ان عندي تردد عالي وتردد صوتي، يعني واحد عالي وواحد منخفض، كيف انا ممكن اعمل عملية فصل؟ كل واحد ايش مثلا بحط الملف بحيث انه يمرر التردد العالي وما يمرر التردد ايش المنخفض، او العكس يمرر التردد المنخفض وما يمرر التردد العالي، وبالتالي يستعمل في عملية الفصل بين التردد العالي والمنخفض. وبالاضافة لبعض هذه الملفات التي يكون قلبها مصنوع من الفيرايت او مسحوق الحديد، التي تعمل كدارات توليف. دارات توليف هي عبارة عن دارات موجودة في الراديو، انت قاعد بتلف مفتاح الراديو عشان تنقي القناة اللي بدك تسمعها، انت بتعمل عملية توليف، يعني انت قاعد بتغير في قيمة ملف او في قيمة مكثف بحيث انه ايش يتناسب مع التردد اللي جاي من المحطة عشان تقدر تسمعها، تمام؟ وبالتالي دوائر التوليف الاف ام هتكون من 70 ل 100 ميجا هرتز حوالي. وهذه بعض ايش الملفات اللي بتكون صغيرة. وبهيك احنا اخذنا لمحة عن انواع الملفات وايش ممكن انت تواجه، وايش ممكن انواع القلوب،
او انواع من حيث التردد. نتمنى انك تكون استفدت منها، واعمل لايك لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.